أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة: حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هو عليه السلام، يعني هذا الرجاء تحقق، هو عليه الصلاة والسلام. نعم، هو صاحب الوسيلة، والوسيلة هي درجة العالية في الجنة، بيت النبي في الجنة. اللهم رب هذه الدار التامة والصلاة والآتي محمد الوسيلة والفضيلة. بعض العامة يزيد والدرجة الرفيعة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة، هذه الزيادة لا وجه لها، لأن الدرجة الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، هي الدرجة الرفيعة، فلا وجه لهذه الزيادة. مثل ما يزيد بعضهم في الاستسعاء: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويزيد بعضهم: ولا معبود سواك. هذا الزيادة لا وجه لها، ومعنى لا إله غيرك لا إله غيرك ما لا معبود سواك. نعم، مثل ما يزيد بعضهم في الطواف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار. هذه زيادة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حسنة الدنيا شاملة لكل خير في الدنيا من الزوجة الصالحة والبيت الصالح وغيره، وحسنة الآخرة جنة، شاملة الدعوة هذه من أشمل الدعاء. نعم، قولوا أدخلنا الجنة مع الأبرار، في الآخرة الحسنة هو دخول الجنة، دخول الجنة حاصل الدعوة الأولى. نعم، العامة يزيدون. نعم، قلتم أحسن الله إليكم. قوله: ثم سلوا الله لي الوسيلة، الوسيلة أعلى منزلة في جنة الفردوس وسقفها عرش الرحمن. في هذا الحديث فضل إجابة المؤذن ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء. وفي الحديث: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفيه أن من أجاب المؤذن وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالوسيلة نال الشفاعة، بشرط التوحيد والإخلاص واجتناب الشرك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. نعم، قول خالصا هذا التوحيد شرط، يعني القول ما يكفي، قول باللسان وإخلاص من القلب، خالصا من القلب. نعم، خالصا من شنع. الأمران فهم أمران: قل لا إله إلا الله وأن يكون خالصا غير مشرك. نعم، يعني موحد. يعني لو سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل الله الوسيلة من غير أن يردد، لا بد يجيب المؤذن. نعم، ما حصل. الرسول قال: من أجاب من سأل النداء ثم قال، ثم اشترط هذه الشروط: أن يجيب المؤذن وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسأل الله له الوسيلة. لا بد من هذا، إذا تخلف واحد ما حصل المقصود. نعم، لقن الشهادة، ما تكلم، لكن الناس ما
من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا ما يقول لك ما تكلم، لكن على كل حال أقول الموحد موعده بالجنة مثلا التوحيد، لكن هذا يعني فضل خاص لمن قاله، من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة هذا فضل، ومن لم يقلها في آخر حياته وكان موحدا فهو من أهل الجنة، هو من أهل الجنة الموحد من أهل الجنة، من مات على التوحيد فهو من الجنة، ومن مات على الشرك الأكبر فهو من أهل النار. شعر باطن ما أقول ما حصل من قال من قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لابد يقولها بلسانه. نعم ها كيف بعد الأذان ولا في أثناء الأذان؟ بعد الأذان ما في أثناء الأذان ممكن يستدرك ما فات يقضي، أما بعد الأذان ما أعرف هذه يعني فات محله، اللهم إلا يقال أنه يعني مشغول وهو يريد أو شيء، قد يقال إذا كان مشغول هناك من شغله وهو قاصد إجابة المؤذن. نعم وكان الوقت يعني قريب مجرد ما انتهى أقام ليس ببعد. نعم أحسن إليكم، الأخرس إذا عند وفاته إذا أشار بإصبعه هل ينال فضل؟ إذا كان إشارته هي كلامه حصل المقصود، إذا إشارته تقوم مقام الكلام، إذا كانت هذه الإشارة تقوم مقام الكلام. نعم أحسن إليكم، وقال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال نفسه. وقال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والنصوص يضم بعضها إلى بعض، فالنصوص التي فيها أن من أجاب المؤذن حلت له الشفاعة، والنصوص الأخرى التي دلت على أن المشرك لا شفاعة له يجمع بينها بأن من أجاب المؤذن وكان موحدا ومات على التوحيد بعيدا عن الشرك حلت له الشفاعة، وأن من أجاب المؤذن وهو مشرك وأصر على الشرك فليس له شفاعة، نعوذ بالله من ذلك. نعم يعني قاعدة عن العلم النصوص ضم بعضها إلى بعض، بعض الناس يأخذ النصوص ويترك البعض، هذا خطأ، لابد أخذ النصوص كلها. نعم قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. الله أكبر. قلت ما أحسن الله إليكم في هذا الحديث أن الأفضل في كيفية الأذان فصل التكبيرات، فيكبر كل تكبيرة على حدة، الله أكبر الله أكبر، مثل الوقوف على رؤوس الآيات في قراءة القرآن. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لمؤذنه أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. أحسن الله إليكم، من أين يؤخذ من الحديث يكبر كل تكبيرة على حدة؟ قوله الله أكبر الله أكبر كل واحدة منفصلة ما في أنه هذا هو الأصل هو الظاهر. نعم أحسن الله إليكم، ويسن أن يكون المؤذن حسن الصوت ولكن لا يشرع التكلف والتلحين مثل تلحين الغناء، أو تكون جمل الأذان غير متناسبة، واحدة يطولها وواحدة يقصرها. ويسن أن يكون المؤذن حسن الصوت ولكن لا يشرع التكلف والتلحين مثل تلحين الغناء، أو تكون جمل الأذان غير متناسبة
واحدة يطولها وواحدة يقصرها، ولهذا قيل يكره الأذان الملحن. ويسن إجابة المؤذن في الأذان والإقامة، فيقول السامع مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول في الفجر الصلاة خير من النوم كما يقول المؤذن. بعض الفقهاء يقول إذا قال الصلاة خير من النوم صدقت وبررت، الاجتهاد اجتهاد منهم. شافعية يقول صدقت وبررت، يعني هذا اجتهاد منهم، والحديث يقولوا مثل ما يقول إلا في الحيعلتين. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا. أشهد الله وحده لا شريك له، أشهد الله وحده لا شريك له، وأشهد وأن محمدا، أشهد الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا كذا، بعضها قدم وبالإسلام رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. نعم يعني يقول هذا بعد الشهادتين، كما جاء في الحديث الآخر بعد الشهادتين يقول هذا أشهد أن الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وإن شاء قال وأنا أشهد، قال وأنا أشهد في بعض الحديث، يقول أشهد أو يقول وأنا أشهد. نعم. قوله وأنا أشهد يعني يقول حين يسمع الأذان وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، ويسن قول هذا الدعاء بعد الشهادتين وقبل قول المؤذن حي على الصلاة، وليس كما يظنه بعض الناس أنه يقال في آخر الأذان. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. في هذا الحديث فضل المؤذنين، وأن الله عز وجل جعل أطول الناس أعناقا يوم القيامة، جعلهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لأنهم ينادون بالتكبير ويرفعون بها أصواتهم وينادون بالشهادتين ويدعون إلى الصلاة. وورد في تفسير قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا أنه المؤذن، أي أن المؤذن يدخل في هذه الآية. طيب ماذا يستفيدون من طول العنق كن أطول الناس أعناقا؟ هل يستفيدون؟ ها؟ نعم صلوا ليش ما يصير عرق؟ ليه ما يصير طول العنق ما يصيب العرق؟ ها؟ شيخ يعني هذا هو الفخر، يوم القيامة لن يجعلون يعني بصرهم تحت، يعني سيجعلون هكذا، هذا يدل على أنهم لديهم المكان. نعم يعرفهم الناس بفضلهم. شوف عندك في الشيخ لثيوب أحسن الله عليكم قال اختلف في معنى أعناقا على أقوال، فقيل معناه أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله تعالى، لأن المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه، فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب. وقال النضر بن شميل إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. وقيل معناه أنهم سادة ورؤساء، والعرب تصف السادة بطول العنق. قال الشاعر يشبهون سيوفا في صرائمهم وعول سيشبهون يشبهون سيوفا في صرائمهم في
في صرائمهم. صرائمهم. نعم. وعولي أنصبة الأعناق واللمم. وعودي. وعولي أنصبة الأعناق واللمم. وقيل معناه أكثر أتباعا، وقال ابن الأعرابي معناه أكثر الناس أعمالا، وفي الحديث يخرج من النار عنق، ويقال لفلان عنق من الخير أي قطعة منه. ويقال. ويقال لفلان عنق من الخير أي قطعة منه. قال القاضي عياض وغيره ورواه بعضهم إعناقا بكسر الهمزة أي إسراعا إلى الجنة، وهو من سير العنق، والعنق بفتح العين والنون ضرب من السير، ومنه حديث لا يزال الرجل معنقا ما لم يصب دما حراما انتهى. وقال البغوي في شرح السنة قال ابن الأعرابي معناه أكثرهم أعمالا، يقال لفلان عنق في عنق من الخير أي قطعة أي قطعة. وقال غيره أكثرهم رجاء، لأن من رجا شيئا طال إليه عنقه، فالناس يكونون في الكرب وهم في الروح يشرئبون لهم في دخول الجنة. وقيل معناه الدنو من الله عز وجل. وقيل أراد أنه لا يلجمهم العرق، فإن الناس يوم القيامة يكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى كعبه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق. وقيل معناه أنهم يكونون رؤوسا يومئذ، والعرب تصف السادة بطول العنق. وقيل الأعناق الجماعات، يقال جاءني عنق من الناس أي جماعة، ومنه قوله سبحانه وتعالى فظلت أعناقهم لها خاضعين أي جماعاتهم، ولذلك لم يقل خاضعات. ومعنى الحديث أن جمع المؤذنين يكونون أكثر، فإن من أجاب دعوته يكون معه. انتهى كلام البغوي رحمه الله. وقال ابن حبان رحمه الله في صحيحه العرب تصف باذل الشيء الكثير بطول اليد، ومتأمل الشيء الكثير بطول العنق. فقوله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يريد أطولهم أعناقا لتأمل الثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه أسرعكن بي لحوقا أطولكن يدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لنسائه أسرعكن بي لحوقا أطولكن يدا، أراد كثرة الصدقة، فكانت زينب رضي الله عنها أولهن لحوقا به صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت كثيرة الصدقة. وليس يريد بقوله هذا أن المؤذنين هم أكثر الناس تأملا للثواب في القيامة، بل هذا مما حذفت كلمة من، أي من أطولهم أعناقا، فحذفت من، ونظائر هذا في الكلام كثيرة انتهى بتصرف واختصار. قال الجامع عفى الله عنه عندي أقرب المعاني هو الأول، وهو أنه كناية عن كونهم أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله تعالى، لأن المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه، فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب، والله تعالى أعلم بالصواب. الأقوال ذكرها الأولى كل أقوال من قول النووي، ها؟ ذكره الشيخ الأثري في أول الشرح باللفظ كما ذكر النووي في شرحه، كمان النووي في شرح وعزاه وعزاه إلى شرح النووي والمفهم للقرطبي، خذ من كلام النووي في شرح مسلم في صحيح ومذكور هنا أقوال أربعة، ثم نقل قول البغوي ثم رجح. صلى الله عليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان فسألته عن الروحاء فقال هي من المدينة 36 ميلا، بعيد يبتعد، لكنه سريع الطيران، الشيطان سريع، نعم، ولذلك يعود بسرعة، يعود إلى المصلي مرة أخرى مع طول المسافة اللي هرب، يرجع يعود حتى يختار بينه وبين قلبه، يذكره ويذكر كذا ذكر كذا لما يكون نسيه، نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد. في هذا الحديث أن الشيطان حين الأذان يهرب إلى مكان بعيد ليشوش على نفسه حتى لا يسمع صوت الأذان،
ثم يرجع بعد الأذان ويشوش على الإنسان حتى يخطر بينه وبين نفسه. هذا معنى السفة الطويلة، كم؟ 48 ميلا، 36 ميلا، 36 ميل. والميل ما كم كيلوين إلا ثلث، يعني مسافة طويلة، لأنه سرع الطيران ويرجع بسرعة، يرجع بسرعة إلى المصلي بعد ما ينتهي الأذان. نعم. ولا يمنعه من ذلك تشهد المصلي في الصلاة، لأنه لا يرفع بها صوته، بخلاف المؤذن الذي يجهر بالأذان، هذا يؤذيه. نعم. وهذا الشيطان الذي يهرب المراد به جنس الشيطان. أما القرين فإن النصوص دلت على أنه ملازم للإنسان لا يفارقه. وقوله 36 ميلا أي قريب من 50 كيلو مترا أو 48 كيلو مترا. مسافة. نعم. أحسن الله إليكم. لكن الشيطان معلوم يطير طيران، الشياطين يطيرون في الهواء. نعم. هل يقال أحسن الله إليكم من الإنسان الذي ينزعج من الأذان يكون فيه شبه من الشيطان؟ نعم ينبغي. نعم في شبه، شك إذا كان يؤذيه الأذان صار مثل الشيطان. نعم يتشبه. إذا انزعج الإنسان من صوت بعض المؤذنين المنفر بعض المؤذنين قد يكون صوته ليس، أنا بس قال فإنه أندى منك صوتا، عندما قال يعني أندى أرفع، يعني أرفع ينزعج. وقال بعضهم بالندي يعني الجمال. لا عند أرفع الله رفع المطلوب رفع الأذان، بعد النداء على الجمال هذا شيء آخر من المحسنات، لكن المهم رفع الصوت. إذا انزعج من صوته فقط ليس من أصل الأذان، هل يدخل في هذا؟ محل نظر. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. قال حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن وأدبر الشيطان وله حصاص. قال حدثني أمية حصاص بالحاء. نعم حصاص. نعم. قال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه، قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. قوله فناداه مناد من حائط باسمه، هذا المنادي شيطان. هذا يؤيد حديث إذا تغولت الغلال فبادروا بالأذان، الحديث في ضعف وفي انقطاع، إذا تغولت الغلال فبادروا، يؤيد هذا الحديث يكون إيش شاهد له، إذا رأى شيء يكره نادى بالأذان، والغلال شيء يكره يكون هذا شاهد، الحديث في ضعف في انقطاع، إذا تغولت الغلال فبادروا بالأذان، ويؤيد هذا الواقع فإن تجربة في بعض الناس سافروا ورأوا يعني شيئا ثم نادوا بالأذان وزال ما رأوا، يرى أشكال وأشباح أمامه وهو في البرية ما عنده أحد يؤذن، إذا تغولت الغلال فبادروا بالأذان ثم يزول. نعم. هذا الحديث في ضعف لكن هذا الحديث يؤيد، قال هذا اللي أرسل، من اللي أرسل ابنه؟ قال لو أنت أنك تلقى مثل هذا أرسلك،
الحديث آخر حديث، ولكن سمع ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. يكون شاهد نعم. إذا رأى الإنسان أشياء في البر ونادى طيب لا تزول الشياطين كلها تهرب من الأذان. نعم. قوله: فناداه مناد من حائط باسمه، هذا المنادي شيطان، ولذلك لما أشرف الغلام على الحائط لم ير شيئا. وقوله: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، أي أنه خاف عليه أن يستوحش لأنه صغير. وقوله: ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، أي ولو في غير وقت الصلاة، لأن الشيطان يفر من الأذان. وكما جاء في الحديث: إذا تغولت لكم الغيلان فبادروا بالأذان. لكن أذكر أن في ضعف انقطاع. يستخدمونها الرقاة في الرقية. يستخدمون إيش؟ الأذان. يؤذنون الرقية في القراءة. أصل القراءة. نعم. وفيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يستوحش، فإن شياطين الجن كشياطين الإنس، إذا التفت إليها آذته، وإذا لم يهتم بها تركته وأعرضت عنه. وفيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يستوحش، فإن شياطين الجن كشياطين الإنس، إذا التفت إليها آذته، وإذا لم يهتم بها تركته وأعرضت عنه. وقوله: وله حصاص، بحاء وصاد مهملتين، أي ضرات، وقيل الحصاص شدة العدو. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضرات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. إن نافية من يعني ما يدري نافية تأتي. نعم. لا يكون هذا شيخ الحديث الأخرى أنه خنزب أمر رسول صلى الله عليه وسلم. لا، لك للوضوء أو في الصلاة. انزل به. هل يكون جمع بين الحديث يكون عليك الشيطان الظل والهان أظن عليك انزل. نعم. ها؟ انزل في الصلاة. نعم. الولهان. إيه. عليك في الوضوء. نعم. وهذا انزل في الصلاة. هذا قبل هذا الشيطان خاص كان انزل هذا ملازم وذاك يفر يهرب ويرجع. نعم. الشيطان كثير. نعم. قوله: حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، التثويب الإقامة، وسميت الإقامة تثويبا لأن مقيم الصلاة رجع إلى الدعاء إليها، فإن الأذان دعاء إلى الصلاة والإقامة دعاء. فإن الأذان دعاء إلى الصلاة والإقامة دعاء إليها، وأصله من ثاب إذا رجع. وفي هذا الحديث حرص الشيطان عدو الله على إفساد أعمال بني آدم، صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير، كلهم عن سفيان بن عيينة، واللفظ ليحيى. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. رأيت رسول الله. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. نعم. وهذه المواضع الثلاثة متفق عليه روح الشيخ عند
تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند الرفع. وفي موضع آخر أيضا الرجل الرابع عند القيام من التشهد الأول الذي جاء في البخاري أيضا. نعم. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. نعم. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل حا وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. في هذا الحديث مشروعية رفع اليدين في ثلاثة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، وثمة موضع رابع ورد فيه الرفع وهو عند القيام للركعة الثالثة، ودليلها ما ثبت عند البخاري رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. ومشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام محل إجماع من العلماء. وقيل الحكمة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام رفع الحجاب بينه وبين ربه عز وجل، وفيه أنه لا يرفع يديه عند السجود ولا عند الرفع منه. وأما ما جاء عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، فحديث ضعيف. وأما ما جاء عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، فحديث ضعيف. نعم، في السجود والرفع من السجود. أما الموضع الثالث معروف اتفق عليه، والموضع الأربعة مع السجود والرفع من السجود لا يشرع في اليدين. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. في هذا الحديث صفة من صفات المحاذاة، وقد اختلف العلماء في الجمع بين حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه هذا أنه يرفع يديه حتى يحاذي أذنيه، وبين حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق أنه يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، فقيل هذا يدل على التخيير، وأن الإنسان مخير بين أن يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أو يرفع يديه حتى يحاذي فروع أذنيه كما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وهذا هو المعتمد، فيفعل هذه تارة ويفعل هذه تارة أخرى.
وقال آخرون من أهل العلم الجمع بينهما أن يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، أن يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه. وقيل وقال آخرون من أهل العلم الجمع بينهما أن يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه. وقال آخرون إن الإبهام يحاذي شحمة الأذنين، والكف يحاذي المنكب. وقال آخرون إن الإبهام يحاذي شحمة الأذنين، والكف يحاذي المنكب. الأول هو المعتمد. نعم. قال وحدثنا يحيى قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يكبر كل حفظ الرفع. قد كان عمر بني أمية كانوا لا يكبرون ويرفعون أصواتهم بالتكبير، أو لا يكبرون إلا بعضهم لا يكبر إلا في تكبيرة الإحرام. نعم. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، بمثل حديث ابن جريج، ولم يذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه: إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان حين يستخلفه مروان على المدينة إذا قام للصلاة المكتوبة كبر، فذكر نحو حديث ابن جريج وفي حديثه: فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد قال: والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا: يا أبا هريرة، ما هذا التكبير؟ قال: إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن أهل بني أمية لا يكبرون التكبيرات في تكبيرة الإحرام، ولهذا استغربوا استنكروا على أبي هريرة لما يكبروا في كل حفظ ورفع. نعم. أحسن الله عليكم. في هذا الحديث أن السنة للمصلي التكبير في كل خفض ورفع إلا في الرفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده. وكان بعض بني أمية أحدثوا في الصلاة شيئا، وهو أنهم لا يكبرون إلا تكبيرة الإحرام. فعن عكرمة قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة، يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك صلاة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. ولا خلاف بين العلماء في مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، ولكن اختلف. جملة الأخيرة قبل الصوت الأخير.
فعن عكرمة قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك صلاة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. ولا خلاف بين العلماء في مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، ولكن اختلفوا في وجوب التكبير وعدمه على قولين. القول الأول أن التكبير ليس بواجب، فلو تركه عمدا فلا شيء عليه ما عدا تكبيرة الإحرام، فهي ركن لا تنعقد الصلاة بدونها. والقول الثاني إن التكبير واجب، فإذا تركه سهوا سجد للسهو سجدتين، وإذا تركه عمدا. والقول الثاني إن التكبير واجب، فإذا تركه سهوا سجد للسهو سجدتين، وإذا تركه عمدا بطلت صلاته. وهذا قول أحمد وجماعة، وهذا أرجح لأمرين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في قوله: فإذا كبر فكبروا. وهذا الخلاف يجري في تسبيحات الركوع والسجود، وقول: رب اغفر لي بين السجدتين، وقول: سمع الله لمن حمده. فالجمهور يرونه سنة، وأحمد وجماعة يرونه واجبا، وهذا أصح. وهذا إيش؟ عاد الحديث الأخير. وهذا الخلاف يجري قبل أول حديث، آخر حديث، آخر حديث. نعم. والآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في قوله: فإذا كبر فكبروا. قبل بعد الآية. والقول الثاني إن التكبير واجب، فإذا تركه سهوا سجد للسهو سجدتين، وإذا تركه عمدا بطلت صلاته. وهذا قول أحمد وجماعة، وهذا أرجح لأمرين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في قوله: فإذا كبر فكبروا. وهذا الخلاف يجري في تسبيحات الركوع والسجود، وقول: رب اغفر لي بين السجدتين، وقول: سمع الله لمن حمده. فالجمهور يرونه سنة، وأحمد وجماعة يرونه واجبا، وهذا أصح. قال وهذا الخلاف يجري في تسبيحات الركوع والسجود، وقول: رب اغفر لي بين السجدتين، وقول: سمع الله لمن حمده. فالجمهور يرونه سنة، وأحمد وجماعة يرونه واجبا، وهذا أصح. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو واجب. الواجب مرة، سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، رب اغفر لي وسجدتين مرة، هذا هو الواجب، وما زاد عليك سنة. وكذلك التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، تكبير الركوع، تكبيرة السجود والرفع، وقول سمع الله من حمده، كلها واجب عند جمع المحامي وجمع الجمهور، وعند الجمهور سنة. نعم. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد قال: يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال: صليت أنا وعمران بن حسين رضي الله عنهما خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاة قال: أخذ عمران بيدي ثم قال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. حذيفة قال: عن مطرف قال: صليت أنا وعمران بن حسين رضي الله عنهما خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر.
فلما انصرفنا من الصلاة قال: أخذ عمران بيدي ثم قال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. يتكفي في كل خفض ورفع. نعم. في هذا الحديث بيان أن التكبيرات تكون في كل خفض ورفع، فتكون في الصلاة الرباعية 22 تكبيرة، وفي الثلاثية 17 تكبيرة، وفي الثلاثية 17 تكبيرة، وفي الثنائية 11 تكبيرة. وفيه أنه لا يشرع رفع اليدين في الجلوس. وهل يكبر ثم يرفع يديه؟ في الجلوس. وفيه أنه لا يشرع رفع اليدين في الجلوس. في تكبيرة الجلوس. نعم. وهل يرفع ثم وهل يكبر ثم يرفع يديه؟ أو يرفع يديه ثم يكبر، أو يتلازمان؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، ذلك أنه في بعض الأحاديث أنه كبر ثم رفع يديه، وورد أنه رفع ثم كبر، والأقرب أنه يبدأ الرفع مع التكبير وينتهي معه، سواء في تكبيرة الإحرام أو في تكبيرات الانتقال. نعم، قيل أنه كبر قبل وقيل بعد وقيل. نعم، هذا الأرجح أنه يكون يبدأ بها أول ما يكبر يبدأ بالرفع وينهيه مع نهاية. نعم. وش فيها؟ أو سنة. سنة. ها؟ يعني كما هو في الصلاة يعني؟ هو مستحب. سنة مستحب سواء كان منفرد أو غير منفرد. لكن إذا كان مع الإمام يتابع الإمام. نعم. ها؟ كذلك يكبر عند الرفع ولا يكبر عند الخفض، عند السجود ولا يكبر عند الرفع. هذا عند البخاري، اختار البخاري، وهو قول ابن عمر وجماعة، هو عليه فتوى. لكن الجمهور على أنها سجد التلاوة والصلاة، يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع ويسلم تسليمتين. سلم للصلاة ولا بد يكون على طهارة، على وضوء. هذا جمهور الفقهاء على هذا. نعم، جماهير على هذا. أما البخاري فأخذ بقول ابن عمر. البخاري كان ابن عمر يكفر في الخفض دون الرفع، هو اللي عليه فتوى يعني. اختار جمع. نعم. هل عبارة التكبير هنا يلازم رفع يدين أو رفع يدين في أربع مواضع التي التكبير الذي نحن ندرس، هل يلازم رفع يدين أو رفع يدين في أربع مواضع؟ رفع يدين في أربع مواضع، في أربع مواضع هذا رفع اليدين. أما ما عدا فلا يرفع يديه. لكن متى يبدأ التكبير؟ يعني يبدأ يعني حين يعني يبدأ بالحركة السجود أو الرفع يبدأ التكبير. نعم. نعم، وكذلك التكبير بعضهم يقول بعد وبعضها قبل وبعضهم يقول قبل، والصواب مثل ما سمعت أنه يبدأ من حين يبدأ وهنا من حين ينتهي. نعم. الصلاة الصحيحة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. تكبيرة الإحرام هي افتتاح الصلاة، فإذا رفع يديه قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام لا تكون هذا الرفع وقع قبل الصلاة؟ لا، الأمر فيها واسع، هي سنة، رفع وصلاة سنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: حدثني أبو الطاهر قال: حدثنا ابن وهب عن يونس حا وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب
قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب وإبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع رضي الله عنه الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد وحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا. قلت محسن الله عليكم في هذا الحديث أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة ولا تصح الصلاة بدونها، وهذا مجمع عليه في حق الإمام والمنفرد، واختلفوا في وجوبها على المأموم على أربعة أقوال. أحدها ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية ويتحملها الإمام عنه، واستدلوا بحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، وهو حديث ضعيف. وعند المالكية يستحب قراءتها للمأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، وعند الحنابلة تجب. الثاني ذهب الأحناف إلى أن المأموم لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام مطلقا حتى في الصلاة السرية، ويكره تحريما أن يقرأ خلف الإمام الثالث ذهب الشافعية إلى أنها تجب قراءتها في السرية والجهرية، وهو قول الشافعية. ذهب الشافعية إلى أنها تجب قراءتها في السرية والجهرية. نعم. وهو قول الشافعية، كان مكرر هنا. ذهب الشافعية ثم كرر وهو قول الشافعية. وهذا أرجح الأقوال لعموم هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما آية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وحديث وإذا قرأ فأنصتوا فهما عامان يخصصهما هذا الحديث، وحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، أخرجه أحمد وبعض أهل السنن بسند جيد. أضعف قول الأحناف لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية. وقراءة الفاتحة في حق المأموم واجب مخفف يسقط بالجهل والنسيان، وكذا يسقط إذا أدرك الإمام راكعا، وكذا إذا أدركه في آخر القيام ولم يتمكن من قراءتها، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه حين أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا وركع خلف الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، فلم يأمره بقضاء الركعة. الرابع ذهب الإمام البخاري إلى أن الفاتحة لا تسقط عن المأموم حتى ولو أدرك الإمام راكعا فإنه يقضي الركعة، وكذا لو تركها نسيانا أو جهلا فإنه يقضيها، وهذا اختيار الإمام البخاري في كتابه جزء القراءة. هذا موضوع مستقل، وهو متى يقرأ المأموم الفاتحة. وسكتات الصلاة سكتة أولى عند تكبيرة الإحرام، والسكتة الثانية قبل الركوع وهي سكتة خفيفة حتى يرتد إليه نفسه، أما السكتة الثالثة بعد الفاتحة فمحل خلاف بين أهل العلم، وليس هناك دليل واضح على السكوت بعد الفاتحة. ويؤخذ من الحديث أنه تجب قراءة الفاتحة في كل صلاة حتى في صلاة الجنازة. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل،
فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان، وفي حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. قال حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا أبو أويس قال أخبرني العلاء قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليسي أبي هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثة بمثل حديثهم. قلت محسن الله عليكم قوله خداج أي نقصان أي فهي ناقصة غير تامة، وقد دلت النصوص الأخرى على أنها باطلة فهذا النقصان يبطلها. وفي هذا الحديث تسمية الفاتحة بأنها صلاة، يقول الرب عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وسميت الفاتحة صلاة لأنها أعظم أركان الصلاة حيث تقرأ في كل ركعة، ولأن الصلاة في اللغة الدعاء والفاتحة فيها الدعاء ولا تصح الصلاة إلا بها. والفاتحة لها عدة أسماء، فهي تسمى الفاتحة وأم القرآن والسبع المثاني. وقوله فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الصلاة والدعاء وأم القرآن وفاتحة الكتاب والشافية. نعم لا أسمع. وقوله فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين دليل على أن أول آية من الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وأن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولو كانت من الفاتحة لقال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله حمدني عبدي الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجليلة مع حبه وتعظيمه وإجلاله. وقوله أثنى علي عبدي أي كرر الثناء من التثنية للشيء فهو ثناء بعد ثناء. وقوله مجدني عبدي أي توسع في الثناء واستكثر منه. ومن أسماء الله الحسنى المجيد أي العظيم ذو الصفات العظيمة الجليلة. قوله مجدني. وقوله مجدني عبدي أي توسع في الثناء واستكثر منه. ومن أسماء الله الحسنى المجيد أي العظيم ذو الصفات العظيمة الجليلة. وقوله فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين هذا اعتراف بحق الله عز وجل وأنه المستحق للعبادة وحده، وأنه مخصوص بهذا دون سواه، وهو توكل عليه وتخصيص الاستعانة به سبحانه والاعتماد عليه وحده في أداء العبادة وفي الأمور كلها. وقوله فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين هذا اعتراف بحق الله عز وجل وأنه المستحق للعبادة وحده، وأنه مخصوص بها دون سواه، وهو توكل عليه وتخصيص الاستعانة به سبحانه والاعتماد عليه وحده في أداء العبادة وفي الأمور كلها. وقوله فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا أفضل وأجمع وأنفع دعاء،
أن تسأل الله أن يوفقك وأن يرشدك ويثبتك على الصراط المستقيم، وهو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم، وهم الغاوون الذين ظلوا فعلموا ولم يعملوا بالعلم، ولا الضالين أي الذين يتعبدون على جهل وضلال. والصراط المستقيم هو طريق الرشد والهداية، ولو كان هناك دعاء أفضل من هذا لأوجبه الله في الفاتحة، فدعاء يجب على كل مسلم أن يقرأه في كل ركعة دعاء عظيم. وفيه إثبات الكلام الدعاء، فدعاء يجب على كل مسلم أن يقرأه في كل ركعة دعاء عظيم. نعم، وهو الدعاء الفاتحة، لأن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب والضالين. دعاء يجب في الصلاة أفضل الدعاء. نعم. وفيه إثبات الكلام لله، وهذا فيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن الكلام معنى قائم بالنفس، وأنه ليس بحرف ولا صوت. والنووي رحمه الله وابن حجر قد يؤولونه أحيانا ويقولون هذه الصفات ومنها الكلام تنسب للعبد المخلوق ولا يليق ظاهرها بجلال الله. فمذهب أهل السنة والجماعة أن كلام الله تعالى بحرف وصوت، وقد دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة. قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال تعالى: وإذ نادى ربك موسى. والنداء يكون بالصوت، فهو رفع الصوت بالكلام للبعيد. فمذهب أهل السنة والجماعة أن كلام الله تعالى بحرف وصوت، وقد دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة. قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال تعالى: وإذ نادى ربك موسى. والنداء يكون بالصوت، فهو رفع الصوت بالكلام للبعيد. وقوله وقربناه نجيا من المناجات، وهو الكلام من قرب. وجاء في الصحيحين أن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة فيقول: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث النار. وفي الحديث الآخر: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. وكلامه سبحانه وتعالى وإن كان بحرف وصوت، لكنه ليس ككلام المخلوقين ولا يشبهه، فهو سبحانه ليس كمثله شيء. وفيه أن القراءة إنما تكون بحركة. وكلامه سبحانه وتعالى وإن كان بحرف وصوت، لكنه ليس ككلام المخلوقين ولا يشبهه، فهو سبحانه ليس كمثله شيء. وفيه أن القراءة إنما تكون بحركة اللسان حيث يسمع نفسه، وأن الذي يقع بقلبه وينظر بعينيه لا يعتبر قارئا، ولكن هذا تدبر وتأمل، كما قال النووي: اقرأ بها في إيش؟ أحسن الله عليكم. وفيه أن القراءة إنما تكون بحركة اللسان حيث يسمع نفسه، وأن الذي يقرأ بقلبه وينظر بعينيه لا يعتبر قارئا ولا لا يعتبر لا يعتبر قارئا وأن الذي ينظر بعينيه وأن الذي يقرأ بقلبه وينظر بعينيه لا يعتبر قارئا ولكن هذا تدبر وتأمل، كما قال النووي. لكن في هذا الأخيرة. وفيه أن القراءة إنما تكون بحركة اللسان حيث يسمع نفسه، وأن الذي يقرأ بقلبه وينظر بعينيه لا يعتبر قارئا، فمعناه لا يعتبر قارئا ولكن هذا تدبر وتأمل. ولكن يتأمل بقلبه أو ينظر بعينيه لا يعتبر قارئا، لابد يحرك لسانه الحروف يسمع نفسه في الوقت الذي ليس هناك مانع ولا أصوات، وإلا فلا يكون متأمل،
ولكن ليش ولكن إيه؟ ولكن هذا تدبر وتأمل، يعني اللي يقرأ بعينيه يقرأ بعينيه وبقلبه، هذا تدبر وتأمل، هو قراءة بس في العبارة فيها منه. ولكن هذا، وأما الذي ينظر إيش؟ وأن الذي يقرأ بقلبه وينظر بعينيه لا يعتبر قارئا، ولكن هذا تدبر وتأمل كما قال النووي. بل هو تدبر وتأمل، بل هو بس، ولكن هذا أحسن أوضح، بل هو تدبر وتأمل، تدبر وتأمل، لكن ما يعتبر قارئ. بعض الناس تجده مصحف أمامه الساعات الطويلة بس قلب الصفات بعينيه ولا حرك لسانه، ما يعتبر قارئ. اقرأ بها في نفسك، فمعناه اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك. وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل، لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه. ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئا مرتكبا لقراءة الجنب المحرمة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم. قوله لا صلاة إلا بقراءة أي أن القراءة لا بد منها إما سرا أو جهرا. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي الله عنه في كل الصلاة يقرأ، في كل الصلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل إن لم أزد على أم القرآن، فقال إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. إيش الحديث؟ هذا الحديث. قال أبو هريرة رضي الله عنه في كل الصلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل إن لم أزد على أم القرآن، فقال إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. قال له رجل إن زدت إيش؟ فقال له رجل إن لم أزد على أم القرآن. نعم، يعني اقتصر عليها ولم يقرأ سورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إن زدت فهو خير، وإيه؟ قال إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك، يعني اقتصرت عليها. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي الله عنه في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم. ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. في هذا الحديث أن الصلوات منها ما ستر فيها القراءة كلها. إيش في هذا الحديث؟ في هذا الحديث أن الصلوات منها ما ستر فيها القراءة كلها. ويسر فيها تسر فيها لعل تقديم التاء على السين. أن الصلوات منها ما تسر فيها القراءة كلها. الصلاة السرية، يعني الصلاة السرية. نعم، في هذا الحديث. في هذا الحديث أن الصلوات منها ما تسر فيها القراءة كلها كالظهر والعصر، ومنها ما يجتمع فيها قراءة سرية وقراءة جهرية. القراءة الجهرية في المغرب والعشاء، وذلك في الركعتين الأوليين كالفجر والجمعة والاستسقاء والكسوف، ومنها ما يجهر فيها بالقراءة كلها
أما في الركعتين الأخريين فهي سرية. في هذا الحديث أن الصلوات منها ما تسر فيها القراءة كلها كالظهر والعصر، ومنها ما يجتمع فيها قراءة سرية وقراءة جهرية. القراءة الجهرية في المغرب والعشاء، وذلك في الركعتين الأوليين كالفجر والجمعة والاستسقاء والكسوف، ومنها ما يجهر فيها بالقراءة كلها، أما في الركعتين الأخريين فهي سرية. فمنها إيش؟ فمنها ما يجهر، فمنها ومنها ما يجهر فيها بالقراءة كلها، أما في الركعتين الأخريين فهي سرية. لعل في تقديم وتأخير هنا، أحسن عليكم. ومنها ما يجهر فيها بالقراءة كلها كالفجر والجمعة والاستسقاء والكسوف. طيب، هذا التقديم صح. أحسن الله عليكم. ومنها ما تكون الصلاة سرية كالظهر والعصر. نعم. وفيه أن الواجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأن الزيادة عليها في الركعتين الأوليين ليس بواجب، بل نافلة وخير وفضيلة. وأما الركعتان الأخريان فيقتصر فيهما على الفاتحة. وأما الركعتان الأخريان فيقتصر فيهما على الفاتحة. جاء في بعض الأحاديث ربما قرأ في الثالثة والرابعة فاتح، أما في العصر نعم، لكن في الظهر جاء من دعاء أنه أحيانا يقرأ أيضا بعد الفاتحة في الركعتين الأخرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا يسمى حديث المسيء في صلاتنا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، وساق الحديث بمثل هذه القصة وزاد فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا الحديث يسمى عند أهل العلم حديث المسيء صلاته. وفي هذا الحديث وجوب تعليم الجاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيفية الصلاة، لأنه صلى صلاة سريعة ولم يصل صلاة شرعية. وقوله يعني صلى صلاة سريعة كذا. نعم. في هذا الحديث إيش؟ في هذا الحديث وجوب تعليم الجاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيفية الصلاة، لأنه صلى صلاة سريعة ولم يصل صلاة شرعية. كذا صلى صلاة يعني للتعليم. ها؟ صلى صلاة سريعة مجزئة. ها؟ في هذا الحديث أنه صلى. في هذا الحديث وجوب تعليم الجاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيفية الصلاة، لأنه صلى صلاة سريعة ولم يصل صلاة شرعية. مجزئة أحسن. صلى صلاة مجزئة. لا صلاة التعليم، أراد أن يعلمه، لأنه صلى صلاة سريعة. لا سريعة ما هو مقصود السرعة، لأنه صلى صلاة
للتعليم، صلى صلاة للتعليم ليس المراد ها؟ لا، في أول صلاة صلىها الصحابي لوحده صلىها حال كونها سريعة فلم يطمئن بسجودها وركوعها. إيه هذا هو، لكن السريعة هذه صلاة الأعرابي ولا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة الأعرابي. طيب إذا بس لا بس اللي عاد. قال في هذا الحديث وجوب تعليم الجاهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيفية الصلاة لأنه صلى صلاة سريعة. ده صح. ولم يصلي صلاة شرعية. نعم. صلاة سريعة. أما النبي صلى الله عليه وسلم نعم يرجع إلى النبي نعم. وقوله ارجع فصلي أي صلي صلاة صحيحة شرعا، ففيه دليل على وجوب الطمأنينة وأنها ركن من أركان الصلاة، وأن من لم يطمئن في صلاته فصلاته باطلة يؤمر بإعادتها. والطمأنينة معناها السكون والخشوع في كل ركن من أركان الصلاة حتى يعود كل مفصل إلى موضعه. نعم. وفيه أنه لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات الماضية مع أنه لا يحسن غيرها لأنه معذور بالجهل فيها، لكنه لم يعذره بالصلاة الحاضرة. فإذا كان الإنسان يخل بصلاته وهو جاهل لسنين طويلة فإنه يؤمر بإعادة الصلاة الحاضرة ولا يؤمر بإعادة ما مضى. صلي. وعلى هذا الآن لو رأى إنسانا يعني يصلي هذه الصلاة يقول له أعد صلاتك. نعم أعد الصلاة الحاضرة. يخيل كثير جدا. ها؟ بعض الناس الآن من بعض الجنسيات مثلا يصلي صلاة النقر هذه. نعم يؤمر بسبب إعادة الحاضرة. أعد الكلام الأخير. أحسن الله إليكم. وفيه أنه لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات الماضية مع أنه لا يحسن غيرها لأنه معذور بالجهل فيها، لكنه لم يعذره بالصلاة الحاضرة. فإذا كان الإنسان يخل بصلاته وهو جاهل لسنين طويلة فإنه يؤمر بإعادة الصلاة الحاضرة ولا يؤمر بإعادة ما مضى. ومثل لو كان تارك للصلاة وهو ينطق بالشهادتين فإنه لا يؤمر بإعادة الصلوات، إنه يؤمر بالصلاة في الحال وما مضى تكفي التوبة فيه. نعم. والحكمة من عدم أمره بإعادة الصلوات السابقة أن قضاءها مشقة عظيمة، والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفيه مشروعية السلام وأنه يشرع تكرار السلام إذا اشتغل الإنسان بشيء. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يصلي ثم يسلم ويقول عليك السلام ثم يصلي ويرجع، تكرر السلام حال بينه وبين الأول شيء فلا بأس يعيده مرة ثانية. نعم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له في أول الأمر لعله ينتبه فيعرف الخطأ، ولا شك أن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة وقد يؤخر إلى وقت الحاجة. وقوله إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فيه أنه زاده خيرا على خير، لأنه كان يخل بالصلاة فخشي أنه يخل بالوضوء، ولهذا وجهه إلى الإسباغ، ففيه أن المسؤول قد يزيد على سؤال السائل فيجيبه عن شيء لم يسأل عنه لأنه قد يحتاج إليه. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهنا قال إذا قمت إلى الصلاة أسبغ الوضوء. قال نعم. ها؟ نعم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. نعم زاد عليه الإسباغ، والإسباغ ليس بواجب. نعم. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ قال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير. قال قد علمت أن بعضكم خالجنيها. زرارة بن أوفى تابعي، أما عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فصحابي، والفرق بينهما أن الصحابي بن أبي أوفى
والتابعي زرارة بن أوفى بدون أبي. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن مش... هذا بداية باب هذا الحديث اللي قرأناه بداية باب، باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه. باب إيش؟ باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه. حديث السابق. نعم. نقف عليه هنا. بارك الله فيك. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.